عن أبي عن أبي عبد عبد الله الصادق الله عليه السلام الصادق قال: القرآن عهد الله إلى عليه خلقه، السلام فقد فقد ينبغي ينبغي للمرء للمرء المسلم المسلم أن أن ينظر في ينظر في عهده عهده وأن وأن يقرأ يقرأ منه في منه في كل كل يوم يوم 50 50 آية.